مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وسط. بنتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم، بالاضافه لاهم ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا ما رصدناه من اخر الشائعات وتصحيح هذه الشائعه. خلينا اقول لكم حلقتنا النهارده فيها ايه. معانا اهم الشائعات اللي رصدناها هي تلقي المدارس او اجبار اولياء الامور في المدارس على دفع تبرعات للمدارس. الترند هيكون معانا النهارده عن اهم ترندات هي متحدون ضد اعداء الوطن، وموضوع الحلقه هيكون عن اهميه مشاركه مصر في اجتماعات الأمم المتحدة. خلونا نبدأ معاكم بما رصدناه من أهم الشائعات التي أثيرت في الفترة الأخيرة وتصحيح هذه الشائعة. فالشائعة بتقول إن إجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من المشاركة المجتمعية، والحقائق إن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن ذلك غير صحيح، وأنهم بيشددون على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أي تبرعات. خلونا نستزيد من هذا الموضوع ونتأكد ونؤكد لكم كذب هذه الشائعة. معي عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين محمد حمدي، خبير جودة التعليم بمديرية التعليم بالجيزة سابقا. أستاذ عماد تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فكرة إجبار أولياء الأمور، طبعا أنت حضرتك سمعت الشائعة اللي معانا، وحقيقة هذا الأمر أن وزارة التربية والتعليم بتشدد على أن من سيتم التأكد من وجود مثل هذا الأمر سيتخذوا إجراءات حاسمة ضده. بالفعل يا فندم، الوزارة مشددة على منع قبول أي تبرعات إلا إذا كانت برغبة ولي الأمر، لكن بدون رغبة ولي الأمر أو إجبار ولي الأمر ده ممنوع، وبيتخذ إجراءات شديدة جدا ضد المديرين أو المسؤولين المدارس الموافقين على كده. طب حضرتك دي مدارس خاصة ولا مدارس حكومية؟ وفي حالة إن ولي أمر تعرض لضغط يعمل إيه؟ طبعا ده في مدارس حكومية وفي مدارس خاصة، لكن ولي الأمر اللي بيتعرض كده لازم يتوجه إلى الإدارة التعليمية اللي هو اللي تابع ليها المدرسة. نعم. وبيتوجه بشكوى على الموقف اللي حصل منه، وعلى طول الشؤون القانونية بتقوم بالواجب وبتتخذ إجراءاتها تجاه المسيء للتعليم في مصر بالطريقة. نعم. طيب لو في رسالة توجهها لأولياء الأمور حول هذا الموضوع؟ يعني يا فندم المشاركة المجتمعية ده واجب على كل واحد، لكن يا فندم واجب ده لما تكون نابعة مني أنا كولي أمر، شايف إن مدرسة ابني تستحق إن أنا أساعد معاها، أساعد في تجهيزها، أساعد في حاجة برغبتي الشخصية دون إجبار من أي حد عليك. نعم، أنا بشكرك الأستاذ عماد الدين على هذه المشاركة. الأستاذ عماد الدين محمد حمدي، خبير جودة التعليم بمديرية الجيزة سابقا، بشكرك على وجودك معايا. مشاهدينا الكرام، طبعا رصدنا لكم أهم الترندات المتعرف عليها، يعني طبعا أهم ما أثير من موضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وزميلتي حنان عاطف هي اللي هتقول لنا ماذا رصدنا في هذا الموضوع. مساء الخير يا حنان. مساء الخير حسام، ومساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. العنوان الدائم والرسمي هو همزة وصل إي جي عبر فيسبوك، تويتر، سكايب، إنستغرام. كل دي مواقع التواصل اللي ممكن حضراتكم تشاركونا برأيكم. هرصد لحضراتكم دلوقتي أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. طبعا كانت أبرز عبارة هي متحدون ضد أعدائك يا مصر. خلينا نشوف تعليقات أستاذ حسام. بيقول بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نمو بمنطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح. إحنا معاك يا ريس، إحنا معاك يا سيسي، متحدون ضد أعدائك يا مصر. طيب كمان أكيد كمان بيشاركنا بالرأي أستاذ تيما، زي ما بيسمي نفسه، بيقول هؤلاء هم درع الوطن، يهزمون كل من يتآمر عليها بابتسامتهم وبرضاهم بدفء وطنهم. إحنا 100 مليون سيسي، متحدون ضد أعدائك يا مصر. ده طبعا على تويتر.
خلينا معاكم أيضا مشاهدينا نروح لإبراهيم بيقول متحدون ضد أعدائك يا مصر، حفظ الله مصر وأدام عليها أمنها وأمانها واستقرارها وحفظ شعبها الطيب الكريم وجيشها خير أجناد الأرض ووفق الله رئيسها لما فيه الخير وتحيا مصر. طبعا دول مشاركين من كافة الدول العربية مشاهدينا. خلينا نروح لإيهاب البنا بيقول تحصنوا من الشائعات بالوعي، اللهم احفظ مصر وجيش مصر من الخونة والمتآمرين وتجار الدين، متحدون ضد أعدائك يا مصر. كمان سميرة سليمان بتقول ما تخافيش يا مصر طول مولادك رجالة جدعان، متحدون ضد أعدائك يا مصر. ده كان الترند الأبرز وأبرز ما تم تداوله. مصر حبيبتي متحدون ضد أعدائك يا مصر، الجيش المصري آخر جيش بعد جيش العراق وسوريا، حافظوا عليه يا مصريين. طبعا ده شيء مهم جدا أن المصريين بالطبع يحافظوا على الجيش المصري. سعيد محمد الحسان قاسمي وهو من إحدى الدول العربية بيقول متحدون ضد أعدائك يا مصر، ستبقى مصر قلعة شامخة من قلاع الإسلام الحصين بجيشها خير أجناد الأرض وشعبها الطيب الكريم، محبكم وأخوكم من الجزائر، قفوا مع جيشكم وقيادتكم حفظكم الله. ده طبعا من الجزائر. كمان معاك يا مصر العروبة ويا فسطاط المسلمين يا أم الدنيا، وتبا للمخربين والخونة والمرتزقة لن ينالوا منك، متحدون ضد أعدائك يا مصر. دي مشاهدينا كانت أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام والساعات اللي فاتت. بالطبع أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أتابع معاكم على مدار الحلقة كل ما تم تداوله على مواقع التواصل المختلفة، وكمان آرائكم ومشاركاتكم حول سؤال حلقتنا النهاردة، وده اللي هناقشه مع حضراتكم ومع زميلي حسام. إليك من جديد. بشكرك يا حنان، وطبعا بشكر على متابعتكم دائما، واحنا مستنيين تعليقاتكم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقة النهاردة. طبعا أكيد متابعين بأن أيام الاجتماع رفيع المستوى أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا هو أعلى وأرفع مستوى من الدول تتقابل في هذا الاجتماع طبعا طرح وجهات نظرها حول ما يدور في العالم والتشاور وكلمات الدول. الرئيس السيسي يتصدر هذا بما أنه رئيس مصر وأيضا رئيس الاتحاد الإفريقي. هناك مشاركة هامة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية باسم مصر وأيضا باسم الاتحاد الإفريقي. مصر بتشارك في القمم والاجتماعات السياسية والفنية والفعاليات رفيعة المستوى اللي بيتم تنظيمها في هذا الإطار. إن شاء الله الرئيس السيسي هيلقي النهاردة البيان، هيكون مساء بتوقيت القاهرة، البيان الرسمي لمصر في طليعة المتحدثين من القادة وزعماء العالم، ويطرح رؤية مصر حول القضايا الإقليمية والدولية ورؤيتها رؤية مصر للتعامل مع هذه القضايا. أيضا الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة يشهد عدد من الاجتماعات التي ستشارك فيها مصر وتتناول من أهمها قضية الفلسطينية، الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في إطار آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي تعقد في إطار منظمات إقليمية تشارك مصر في عضويتها، منها وعلى أولها طبعا الاتحاد الإفريقي بما أن مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي الآن، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز. طبعا في لقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه المشاركة، كان من أهمها لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس. دعونا نطرح سؤالنا عليكم وعلى ضيوفنا. سؤال هذه الحلقة هو كالتالي: كيف ترى أهمية مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ دائما أراءكم مرحب بها، ومشاركتكم دائما نتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كلها بعنوان واحد، همزة وصل EG، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى تقرير سريع يضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على عرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية أمام المحافل الدولية،
وعلى حضور جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منذ توليه الرئاسة في عام 2014، ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945. حرص الرئيس على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يرجع إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي من بينها قضايا السلم والأمن الدوليين وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولا إلى قضايا المناخ وغيرها. تواجد الرئيس السيسي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات إضافية مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير الماضي، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يطلع بها الرئيس تجاه قضايا القارة الإفريقية، والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات 5 السابقة في اجتماعات الجمعية العامة. كما أن تواجد الرئيس في هذا المحفل الدولي من شأنه أن يؤكد دور مصر ويدعم وجهات نظرها المطروحة للبحث، كما تكون فرصة للعمل على صعيد العلاقات المصرية الأمريكية. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير السريع حول موضوع حلقة اليوم وسؤالنا إليكم، ولذلك سأنتقل لأستمع إلى مجموعة من آرائكم المختلفة التي وردت إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة الفيسبوك، طبعا كلها بعنوان همزة وصل إي جي. سأنتقل مرة جديدة لزميلتي حنان عاطف. مساء الخير يا حنان مرة تانية، وخلينا نسمع مجموعة من آراء المواطنين وآراء المشاركين معنا اللي دايما بيشاركوا معنا في هذه المواضيع. بالطبع حسام، معاك ومع مشاهدينا الكرام هنستعرض مجموعة من مشاركات حضراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسؤال حلقتنا النهاردة جه عليه عدد كبير من مشاركاتكم وأراءكم. على طول نروح لأستاذ محمد بيقول لنا في رسالته: مصر دولة لا يمكن الاستغناء عنها في أي محفل من المحافل الدولية، لأنها دولة مؤثرة ودولة ذات رأي يحترم ويعمل به. مشاركة مصر في الاجتماع هو إنجاح ومكسب كبير للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمى الله مصر من كل مكروه. طيب خلينا نروح مشاهدينا لصديقنا في همزة وصل دكتور عبد الراضي حجازي، بيقول لنا في رسالته: مصر القلب للعالم النابض، حفظ الله أمنها، هي وشعبها وقائدها يحققوا قلب العالم للمسار الصحيح، نفتخر بمصر وتحيا مصر. خلينا نروح لمشاركة تانية من محمد صلاح عبد الحفيظ، بيقول فيها: مصر لابد من إظهار بارقها ومعرفة شأنها لدى من يجهلها. طيب معنا أيمن رمضان الأنصاري، بيقول لنا في رسالته: أنا شايف أهمية مشاركة مصر في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ده طبعا لشماخة دور مصر في المجتمع الدولي. طيب معنا كمال صالح بيشاركنا برسالة بيقول فيها: مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، ده ليه تبعات بالطبع سياسية كتير. طيب وفيق الغمري هو أيضا صديقنا، بيقول لنا: مصر العربية الإفريقية حاضرة وبقوة، رائدة في قضايا المناخ، قضايا الصحة، مركز ثقل تجاري وعسكري، مركز للطاقة، تقود المنطقة للاستقرار ومحاربة الإرهاب الدولي، داعية للسلام والتنمية المستدامة، تلك هي مصر. بالطبع مشاهدينا دي كانت أبرز المشاركات والآراء اللي جات لنا على همزة وصل إي جي. أنتظر بالطبع المزيد عبر موقع فيسبوك، تويتر، سكايب، إنستغرام. بالطبع مشاهدينا دلوقتي جه معدنا مع استقبال الاتصالات الهاتفية. أرجع مرة تانية لزميلي حسام، إليك من جديد. بشكرك يا حنان، وطبعا بشكر كل من شارك معنا بالتعليق حول موضوع حلقة اليوم، ودعونا نبدأ لتحليل هذا الموضوع وهذا السؤال بعد أن استمعنا لمجموعة من تعليقاتكم. طبعا بتشهد مدينة نيويورك الأمريكية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومشاركة مصر بثقلها الإقليمي والدولي كمصر وأيضا كرئيس الاتحاد الإفريقي
بالإضافة إلى عضويتها في كما قلنا في يعني منظمات مختلفة منها جامعة الدول العربية، منظمة عدم الانحياز وغيره. معي عبر الهاتف الآن السفير محمد محمود العشماوي، عضو المجلس المصري لشؤون الشؤون الخارجية، ومعي دكتور محمد جمعة خبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام. أبدأ مع السفير محمد محمود شعبان. سيادة السفير تحياتي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك محمود العشماوي. نعم يا فندم. العشماوي نعم. طيب سيادة السفير، في البداية يعني بعد التحية، يعني طبعا الجمعية العامة للأمم المتحدة، طبعا احنا في الدورة 74، يعني في 73 دورة قبل كده، هل ترى ان الدورة دي مختلفة خاصة ما يموج في العالم من مشاكل وصراعات، مشاكل بيئية مثل تغير المناخ وغيره، هل ترى هذه هذا اللقاء العالمي مختلف في هذه المرة؟ طبعا بالتأكيد هو مختلف، ويدل على تطور هام جدا في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف وفي نعم. مجال التنظيم الدولي. فنحن نكاد نقترب من حكومة عالمية لم نصل إليها طبعا حتى الآن، ولكن التطورات والأوضاع والمشاكل المطروحة على الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أعتقد أنها تؤكد اهتمام المجتمع الدولي، وأنها ذات صلة مباشرة بالإنسان في أي مكان في العالم. نعم. موضوع المناخ وموضوع الصحة وموضوع التنمية المستدامة وموضوع تمويل التنمية، كل ذلك أعتقد أنه يمس الأمن المباشر لأي إنسان على هذه الأرض. نعم. طيب أرجوك يبقى معي سيادة السفير، وأنتقل لدكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة، انضم إلي الآن، وسنعود الاتصال بدكتور محمد جمعة. دكتور أيمن تحياتي. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني مصر بتشارك في بقوة في الاجتماعات رفيعة المستوى والشق رفيع المستوى، خلينا نفهم يعني إيه للناس، يعني إيه الشق رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ الشق رفيع المستوى هو بيشارك فيه على مستوى رؤساء الوفود ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات والملوك والأمراء، وبيتناول الموضوع الرئيسي الذي طرحته الأمم المتحدة في كل دورة. وطبعا مصر منذ الدورة 69 نعم. حتى هذه الدورة تشارك بشكل دائم في الشق رفيع المستوى من خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وألقاء كلمة في هذا الاجتماع. لكن دعني أضيف شيئا لما قال سعادة السفير بأن هذه الدورة بالفعل دورة استثنائية نعم. لأن القضايا المطروحة على هذه الدورة قضايا استثنائية لم يسبق للعالم أن واجهها من قبل. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا انسحبوا من اتفاقية الصواريخ متوسطة وطويلة المدى نعم. وهذه الاتفاقية تم توقيعها سنة 1987، وهذا يعني أن يمكن إطلاق سباق تسلح نووي جديد بين القوتين العظميتين بالإضافة إلى الصين نعم. الأمر الآخر، تسيطر قضايا شديدة الخطورة على الأمن الدولي مثل قضية إيران والوضع في الخليج، والاجتماعات الجانبية حتى التي تحدث هناك تؤثر بشكل مباشر على الأمن في منطقة الخليج وعلى الأمن الدولي. لكل ذلك هذه الدورة دورة مختلفة ودورة غير تقليدية، خصوصا أنها يعني مرتبطة بحضور عدد كبير جدا من زعماء العالم. احنا شايفين الرئيس ترامب منذ اليوم الأول حضر هذه الاجتماعات، أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس نعم. الفرنسي ماكرون، وأيضا المستشارة الألمانية ميركل، وسوف يحضر أيضا الرئيس الروسي وغيره من زعماء العالم نعم. لذلك أعتقد هذه الاجتماعات اجتماعات في غاية الأهمية، والهدف منها هو إحلال السلام في العالم. وطبعا أحب أشير للسادة المشاهدين بالنسبة لمصر، مصر لها مكانة خاصة في الأمم المتحدة، وبالمناسبة أنا دائما أقول أن اسم مصر كان مطروحا كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة نعم. منذ تأسيس الأمم المتحدة 1945 نعم. في اجتماعات سان نعم. فرانسيسكو، وتم اختيار فرنسا في اللحظات الأخيرة بدلا من مصر. لذلك مكانة مصر لدى المجتمع الدولي مكانة كبيرة من خلال ما تطرحه من مبادرات مصر. تمام. طيب أرجوك يبقى معي يا دكتور أيمن، أرجوك يبقى معي، سوف أسأل سعادة السفير عن المبادرات، هذه المبادرات وأهميتها. أعود مرة جديدة للسفير محمد محمود العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة السفير، مصر مشتركة في
أكثر من منظمة وعلى رأسها الآن الاتحاد الإفريقي اللي هي بترأس الاتحاد الإفريقي، يعني رئيس القارة الإفريقية بمجملها. هذه القارة اللي هي قلب العالم ما زالت قارة بكر، وأيضا هناك أطماع اقتصادية كثيرة فيها. أيضا الأوضاع في المنطقة الشرق أوسطية من حروب سواء في ليبيا، في اليمن، في سوريا وغيرها، والأطماع التركية والإيرانية في هذه المنطقة. العاتق يعني عبء كبير على عاتق مصر في بمشاركتها في هذه الاجتماعات لتوضيح الصور ورؤى مصر ورؤى القارة الإفريقية ورؤى المجتمع العربي وغيره. كما ذكرتم فإن القارة الإفريقية تعاني من التكالب الدولي الثاني على هذه القارة. التكالب الأول كان في مؤتمر برلين سنة 1885، وقسمت فيه القارة الأفريقية بين الدول الاستعمارية في ذلك الوقت. نعم. وكانت دولة مثل الكونغو ضيعة خاصة للملك ليوبولد ملك بلجيكا. الآن القارة الأفريقية موضع صراع دولي كبير جدا من القوى الكبرى، باعتبارها ما زالت قارة بكر بين الدول. الولايات المتحدة الأمريكية تصارع الصين في أفريقيا، هناك صراع أيضا تدخل في هذا الصراع الهند، وتدخل فيه الصين، وتدخل فيه الولايات المتحدة كما قلت، وتدخل فيه البرازيل، وتدخل فيه إسرائيل نفسها. نعم. ودول أوروبا الغربية، الصراع الثاني على أفريقيا. ومن هنا اهتمام مصر باعتبارها رئيسة الاتحاد الأفريقي بخلق بنية أساسية بنية أساسية في القارة الأفريقية، من أجل أن تكون القارة الأفريقية تعتمد على نفسها ولا تعتمد على الخارج، تعتمد يعني تكون هناك منظمة تجارة حرة بين اتفاقية تجارة حرة تم التوقيع عليها بالفعل ودخلت حيز التنفيذ استعدادا ل قوة اقتصادية أفريقية أو وحدة اقتصادية أفريقية على المدى الطويل، وكل ذلك منعا لتدخل الدول الأجنبية في القارة الأفريقية، وأن تعتمد القارة الأفريقية على نفسها باعتبار التعاون بينها تعاون جنوب جنوب. نعم. ومن هنا فدور مصر في خلق بنية أساسية للتعاون بين الدول الأفريقية أمر في منتهى الأهمية. في المنطقة العربية أيضا الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات التي تواجهنا في ليبيا وتواجهنا في اليمن وتواجهنا في سوريا من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي، هذه قضية في منتهى الأهمية لمصر باعتبارها الدولة القائد في المنطقة العربية. نعم. طيب جزء مهم جدا ومن أهم ما ستركز عليه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم هو التغير المناخي. التغير المناخي وأثاره على الدول، خاصة الدول التي ليس لها دور في التغير المناخي، خلينا نكون صراحة، زي الدول الإفريقية. التغير المناخي ناتج عن القدرات الصناعية العالية زي الصين، زي الولايات المتحدة، زي أوروبا. مصر أيضا ستشارك في هذا الموضوع، كيف ترى قضية التغير المناخي؟ لا، مصر تشارك باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي وتنقل رسالة إلى العالم، رسالة في منتهى الأهمية بأن القارة الأفريقية ليست طرفا مباشرا في مجال تلوث البيئة، لأن الصناعات في أفريقيا قليلة جدا، ومن هنا فأفريقيا هي الدولة، هي القارة الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم كله، ومن هنا يجب أن نلفت نظر الدول الكبرى إلى هذا الموضوع. طيب معالي السفير، اسمح لي أنا أنتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن، ونرى توافد الوفود على مقر الجمعية استعدادا لإلقاء رؤساء الدول الكلمات، والتي سيشارك في الرئيس عبد الفتاح السيسي في إلقاء كلمة مصر في هذا اليوم. نرى الآن توافد وبداية توافد الوفود على مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا جدا. تفضل. نعم، ابقى معي سيادة السفير، وسأنتقل الآن لدكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة مرة جديدة. دكتور أيمن، القضايا قضايا المناخ أيضا بجانب القضايا السلم وقضايا العربية حول الحروب في المنطقة العربية، ومصر مشاركة لإعادة الاستقرار في المنطقة العربية، عندنا القضية الليبية، قضية اليمن، قضية سوريا، وأيضا جزء من العراق، أيضا أطماع تركيا وأطماع إيران في المنطقة العربية وما تشهده المنطقة. كلمة مصر ستكون مؤثرة أيضا في الأمم المتحدة حول هذه المواضيع. أنا أتصور أن كلمة مصر سوف تدور حوالين ثلاث محاور. نعم. المحور الأول يتعلق بالمحور الداخلي المصري،
وربما يعرض السيد الرئيس ما تم إنجازه في الداخل المصري من مشروعات ومن إنجازات وما تحقق من شهادات دولية للبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. نعم. أيضا ربما يشير السيد الرئيس إلى المبادرات التي طرحت في الداخل المصري ونجحت نجاح كبير، منها مبادرة 100 مليون صحة، منها مبادرات تتعلق بالصحة في كافة النواحي أيضا، واستعداد مصر لنقل هذه التجارب إلى القارة الأفريقية والدول الأفريقية للاستفادة منها، خصوصا أن هذه المبادرات وجدت إشادة دولية. منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن هذه المبادرة هي المبادرة الفريدة والوحيدة من نوعها في العالم، والتي لم تستطع أي دولة مهما كان إمكانياتها أن تنجح في هذه المبادرة. هذه واحدة. المحور الثاني يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تدور في فلك المنطقة، ومصر لها وجهة نظر في هذه الأزمات بأن الحلول السياسية والحلول السلمية هي الحلول الكفيلة لحل كافة الأزمات. نعم. مصر منذ البداية تقول علينا أن نبتعد عن لغة البندقية والرصاص ونذهب إلى طاولة الحوار، وهناك سوف تحل كل القضايا. أعتقد أن هذه الرؤية أيضا متفق عليها ليس فقط من جانب مصر لكن أيضا من كافة الدول الفاعلة سواء في المنطقة العربية أو حتى خارج المنطقة، بعد أن جرب الجميع في المنطقة وخارجها الحلول الأخرى وأقصد الحلول العسكرية. الأمر الآخر، الرئيس سيقدم وجه مصر المقبول والمقبولية المصرية والمساهمة المصرية في حل كافة الأزمات المنطقة إذا ما دعيت مصر لتكون مشاركة في هذا الأمر. ودعنا نتذكر أن مصر هي من صاغت ولعبت الدور الأكبر في صياغة القرار 52-54 الخاص بسوريا. وكثير من القضايا والقرارات التي صادرت عن الوضع في سوريا أو في ليبيا أو غيرها مصر لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر. صحيح. يبقى المواضيع هتكون متشابكة، وأيضا رؤية مصر ستكون عامة وشاملة حول هذه المواضيع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة، وبشكر سيادة السفير محمد محمود العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دعونا ننتقل إلى نيويورك. هذه المرة سيكون معي زميلي محمد عبد الله مراسل النيل من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الهاتف. محمد مساء الخير، يعني قول لنا أهم وأبرز الموضوعات اليوم، ومتى سيلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حسب أجندة الأمم المتحدة الكلمة؟ أهلا بك حسام. وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنتظر تقريبا بعد ساعتين من الآن سيلقي كلمته الجلسة الافتتاحية، ستنطلق الساعة 9 بكلمة للأمين العام التاسع بتوقيت نيويورك. نعم. بكلمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إذانا بانطلاق وافتتاح هذه الدورة على المستوى الرفيع، الدورة 74. ثم ستأتي كلمة البرازيل وكلمة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقريبا ستكون على الساعة 10 بتوقيت نيويورك، 4 بتوقيت القاهرة. نعم. يعني لن أضيف كثيرا عن ما أضافه الدكتور أيمن سمير، ولكن مقارنة ما بين كلمة السيد الرئيس بالعام الفائت والانتظار في هذه كلمة هذا العام، بتأكيد كان هناك في كلمة العام الفائت عن السيد الرئيس وضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن تقوم بعملها وأن تقوم بالمهام التي تكفل بها ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن المنظمة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تقف شاهدا على عدم نجاح المجتمع الدولي في التعامل مع هذا الملف الحالي. طيب محمد اسمح لي يا محمد أن أنتقل إلى موضوع موازي. يعني شاهدنا وتابعنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف برز هذا الموضوع وكيف علقت الصحافة والإعلام الأمريكي على هذا اللقاء؟ يعني بدون مبالغة هذا اللقاء هو كان محط أنظار أغلب معظم وسائل الإعلام التي تأتي لتغطية الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نتحدث عن 5000 صحفي أتوا إلى نيويورك لتغطية أعمال هذه الدورة. كل وسائل الإعلام الأمريكية تابعت بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي، واحتلت صحف اليوم أصدر صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية صورة ولقاء السيد الرئيس برئيس دونالد ترامب. موضوعات هامة ولقاء هام. نعم. مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط وأقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط،
من أقوى جيوش المنطقة، ومن ثم مصر رقم هام في معادلة المنطقة في المعادلة الدولية والإقليمية حينما يلتقي السيد الرئيس بالرئيس الأمريكي القوى العظمى. بالتأكيد هناك حالة من التفات الأنظار لوسائل الإعلام. الموضوعات التي تم والإشارة إليها بالتأكيد رسائل هامة خرجت بالأمس بلقاء السيد الرئيس بنظيره الأمريكي، كما تابعنا التصريحات التي خرجت من هذا اللقاء وتعلقت بالعلاقات الاجتماعية وبالمبادئ المصرية في الداخل وأيضا القضايا الإقليمية والدولية. نعم أنا بشكرك زميلي محمد عبد الله من نيويورك من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، كنت معي عبر الهاتف، وسننتقل لنرى توافد واستمرار توافد الوفود على مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة استعدادا لبدء طبعا ما سيتم الجلسات رفيعة المستوى. نرى الآن أمامنا وفود من كل الدول تصل إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ يعني الجلسة الرئيسية ستبدأ بعد ساعتين تقريبا كما قال زميلي محمد عبد الله. طبعا مشاهدينا الكرام أنتم رقم رئيسي زي ما قال محمد عبد الله، خلينا نقول رقم رئيسي في هذا البرنامج. تفاعلكم معانا، ارائكم، مقترحاتكم دائما مرحب بيها على همزه وصل اي جي، ولازم نسمعها ولازم نطرحها. عشان كده هروح مره تانية لزميلتي حنان عاطف مع مجموعه جديده من تعليقاتكم. اتفضلي يا حنان. بالطبع حسام، التعليقات ما زالت تنهال علينا، هعرضها معاك ومع مشاهدينا الكرام. مجموعه كبيره من المشاركات عبر همزه وصل اي جي. خلوني على طول اروح لاستاذ جابر خلف بيقول لنا مصر أكبر دولة عربية وإفريقية بتترأس للاتحاد الإفريقي وبتمثل إفريقيا، ده بالإضافة إنها عضو مؤسس للجمعية العامة للأمم المتحدة وعضو لجان بالأمم المتحدة، وكمان دورها المهم جدا في السلم العالمي وذات مصداقية في كل المحافل الدولية وبيسمع صوتها في جميع المجالات، كمان هي على رأس الحربة في محاربة الإرهاب، وده طبعا راجع لتاريخها العظيم والعالم يحترم مصر ودورها الإيجابي والفعال. هي دايما بتشارك في كل فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة وحكمة. مصر ليها رأي مسموع، وفي الفترة دي زادت فيها الأطماع والحروب والإرهاب، فوجود مصر وجود ضروري. طيب خلونا نروح لمحمد يناوي بيشاركنا بالرأي وبيقول نرى أهمية مشاركة مصر في الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي عودة لريادة ومكانة مصر في المحافل الدولية بما تمثله مصر من حضارة وعلاقات دولية خارجية وتعاون ونشر سلام. يعني مشاهدينا دي كانت أبرز مشاركات حضراتكم وتعليقاتكم وكمان أفكاركم ووجهات نظركم عن سؤال حلقتنا النهاردة. خلوني أرجع مرة تانية لزميلي حسام للمتابعة. إليك من جديد. بشكرك يا حنان وبشكر طبعا كل من شارك معنا بالتعليق، فأنتم أساس هذا البرنامج. دعونا نتلقى اتصال هاتفي من السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، نحلل فيه موضوع أيضا زيارة الرئيس ومقابلات الرئيس على هامش الأمم المتحدة. سيادة السفير تحياتي في البداية. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد ذلك على الإعلام الأمريكي خاصة اللي كان بيهاجم مصر قبل كده، ولازم ما ننساش دوت الوقت. رد فعله إيه على هذا اللقاء الهام اللي أثنى فيه ترامب على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الرئيس ترامب تخير مجموعة محدودة جدا من اللقاءات الرئاسية نتيجة الطلب المتزايد على لقائه. نعم. فكون الرئيس ترامب يتخير الرئيس عبد الفتاح السيسي بين القلة الذين قابلهم دلالة على مكانة مصر والاحترام المتبادل بين الاثنين. وكان وصف الرئيس ترامب واضحا وصريحا أن مصر دولة مستقرة أعاد لها السيد الرئيس استقرارها وأمنها، وأنه يكن له كل التقدير والاحترام بوصفه قائدا عظيما. نعم. إذن الإشارة واضحة أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية ومتنامية عبر العهود. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لمصر على أنها دائما عنصر الأمن والاستقرار، وأن إدارة علاقات أمريكية مصرية على هذا النحو هو أمر يصب في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن والاستقرار العالمي. وبالتالي دي كانت من أهم يعني النقاط المضيئة في زيارة هامة جدا ومؤثرة للسيد الرئيس
في واحدة من أهم دورات الجمعية العامة للأمم. طيب بما أن حضرتك بتقول أن هي واحدة من أهم الدورات، يعني طبعا السيد الرئيس زي ما قال زميلنا محمد عبد الله طالب من الأمم المتحدة أن تطلع بمسؤوليتها العام الماضي، لماذا ترى هذا الوضع مختلف يعني في هذه الدورة الهامة؟ ما زال الوضع متفاقم في الشرق الأوسط، ليبيا، اليمن، سوريا، الأطماع التركية والإيرانية في هذه المنطقة، لدينا أيضا قضية المناخ والمشاركة المصرية في مواضيع مختلفة منها الصحة وغيره. هو بالطبع زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ حسام، كل هذه القضايا والمشكلات سواء قضايا النزاعات في منطقة الشرق الأوسط أو الحروب التجارية القائمة اللي بتهدد النمو والاستقرار في الاقتصاد العالمي بين الولايات المتحدة والصين، والتدخلات الفكة لقوى إقليمية ومساندتها للإرهاب وتمويلها لها، كلها أمور تستدعي حلول جماعية، خاصة وأننا في 5 قمم متتالية نتحدث عن قضايا عابرة للحدود زي قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة وتمويل التنمية وقضايا أخرى هامة احتاجت من القادة رؤية مشتركة لمواجهة هذه التحديات. وبالتالي الجمعية العامة للأمم المتحدة هو المنتدى السياسي الأهم على هو مجلس إدارة العالم. وبالتالي التوصل لحلول مشتركة هو أمر هام جدا وضروري في ظل الإنعزالية والحلول الفردية التي يدعو إليها البعض. سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى هذا التحليل. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من همزة وصل. بالطبع احنا قدمنا لكم موضوع الحلقة الأساسي كان عن أهمية مشاركة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن في انتظار كلمة السيد الرئيس اليوم حول رؤية مصر للقضايا المختلفة سواء الإقليمية أو الداخلية أو العالمية وقضايا عابرة الحدود. أيضا تحدثنا عن إحدى الشائعات التي رصدناها لكم وهي عن إجبار أولياء الأمور في المدارس لدفع مجموعة من التبرعات بالإضافة إلى الترند الرئيسي كلنا معاك يا مصر ضد أعدائك. خلوني أطرح عليكم سؤال حلقة الغد من همزة وصل وهو كالتالي: ما رأيك في مقترح إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق؟ هذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل، دائما نتعاون معكم ونسمع آراءكم المختلفة ومقترحاتكم دائما مرحب بها على همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. بني لكم تحيات فريق العمل، تحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.